بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في ميناء بالتشورا في اليونان. في اليونان تم إنزالنا عبر المركب، وهم الآن يحاصرون ويمنعون من أي تحرك، ولم يقدموا لنا أي طلب ولا أي خدمة ولا أي مساعدة. اليوم نحن نطالب الآن بقدوم الصليب الأحمر الإيطالي لإنقاذنا. نحن نطالب بالذهاب إلى إيطاليا وهم يرفضون. نعم أعرف، معنا عائلات، معنا عائلات، معنا عائلات، معنا أطفال، معنا عائلات، معنا عائلات، معنا أطفال، معنا أطفال. اليوم 23 يوم 23 11 2022 انتبهوا العالم اليوم 23 هاي الجراف اللي طلعنا فيها، منعنا من الجية للمياه اليونانية، المياه الإيطالية، بس يكون على المياه اليونانية لا راضي، لا يعطونا لا شيء، لا حركة ولا يلا. هاي الشباب جماعة الدرعة، جماعة لوا، جماعة حوران، هاي الشعب كلياته، الشعب كله يا شباب، شباب كله يا جماعة لوا، يا جماعة حوران، يا حوران، يا ربع 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 درعة، يا ربع درعة.